بس مجرد نسيم، انا بس بفكر. طيب معايا كمان سؤال تاني، في سؤال تاني جالي قال لي ايه؟ احنا المفروض ان احنا ان شاء الله هنعمل بوكسات، اللي هي بوكسات السعادة. بوكسات السعادة دي بيبقى فيها اكتر من ايتم. يعني ايه اكتر من ايتم؟ يعني مثلا وليكن ميني تورت ومعاها مثلا كبين ترايفل مثلا، ومعاها مثلا واحد مثلا من جاتو الملفي، ومعاه مثلا كب كيك تشوكلت مثلا، تمام؟ فانت لما تيجي تعدي المكونات الموجودة هتلاقي انت معاكي هنا تورته، وهنا كيك فانيليا للكبات الترايفل، وهنا في ملفي، وهنا في كب كيك شوكولاته، فتلاقي معاكي اربع مكونات، اربع مكونات مختلفه. فجالي سؤال بتقول لي ايه؟ بتقول لي لو سمحتي لما تيجي تعملي لنا البوكسات بتاعه السعاده دي، لو سمحتي اعمليها لنا كلها من مكون واحد. يعني انا هخبز مثلا 2 صاج مقاس 30 في 40، هعمل منهم الميني تورته، وهاخد بقيتهم اعمل بيهم كبات ترايفل، واخد شويه تانيين منهم احطهم واعمل عليهم صوص شوكولاته واعمل ديسباسيتو، وممكن الباقي اعمل بيه كيك بوبس. طيب سؤال بالله عليك، هي بتقول لي كده ليه؟ بتقول لي علشان خاطر انا ما هضرش في الاصناف، لان ممكن ابيع بوكس ولا اتنين والباقي يقعد عندي، ابص الاقي نفسي لبسته ومعرفتش ابيعه، معرفتش ابيع مثلا بقيه الجاتول من فين، معرفتش ابيع بقيه الكيك بوبس. طيب انت بصيت لها كده من وجهه نظر واحده بس، اللي هي مصلحتك انت، مصلحتك انت في البيع. انا بقى كعميل جاي اشتري، انا ليه هروح اخد بوكس كل مكوناته واحده بس، حاطه لي هنا شويه كريمه شوكولاته، وحاطه لي هنا شويه كريمه فانيليا، وضحكتي عليا وقلت لي ان ده بوكس وعرض. يعني انت اكلتيني تورته، اوكي ده سبونج كيك، اكلتيني ترايفل، ده برضو سبونج كيك على فكره، اكلتيني برضو كبات ديسباسيتو، بس حطيت لي عليها كريمه شوكولاته، نفس الكيكه بنفس السبونج كيك اللي انت خبزتيه، وخدتي الباقي حطيتيه لي في كيك بوبس، وبرضو كلت سبونج كيك. طيب فين حته ملفي مثلا؟ فين حته كب كيك شوكولاته؟ ليه مثلا ما طلعتيش معاه دونتس؟ ليه ما عملتيش معاه حته فادج؟ نوعي لي في الحاجه عشان احس ان انا مقبله، واللي ما بيحبش صنف هيلاقي غيره. انما انا لما الاقي المكونات كلها حاجه واحده، كله كيك فانيليا بس اختلاف في الاشكال، طب انا كده احس ان انا اذا ما فيش فرايتي، يعني فيش تنوع، فيش اختلاف. لا والله انا مش هاخدك، واروح عند حد تاني عمل بوكس السعاده ده ومدخل لي معاه مثلا بامبوليني، مدخل لي معاه دونتس، مطلع لي معاه اكلير، عامل لي معاه مثلا شويه بتاع بسكوت بيمبو، مدلع لي المسائل كده شويه عشان احس ان انا بدفع فلوسي في حاجه لطيفه. فما تبصلهاش من وجهه نظر واحده، وبصلها من وجهه نظر العميل علشان تبيعي. ممكن الاصناف الثانيه اللي انت خايفه انها ما تتباعش معاكي دي تعمليها بكميات قليله بس كده. طيب جالي سؤال ثالث بيقول ايه؟ بيقول لي انا عايزاكي تعملي لنا بوكسات السعاده، اهلا وسهلا، بس لو سمحتي اعمليها لي بالكوبايه العاديه، ما تعمليها ليش بالميزان. يا جماعه الخير، احنا اتكلمنا في الموضوع هذا كتير كتير كتير، اللي هو ايه؟ اللي هو يا جماعه الميزان ب 90 جنيه وب 100 جنيه، ده سعر ميزان. عارفه الميزان ده ابو 100 جنيه ده بيوفر عليكي قد ايه؟ عارفه الميزان ده بيخليكي ما تخسريش قد ايه؟ كونك مش شغال بميزان يعني انت تكلفتك غلط من الاخر. التكلفه اللي بالكوبايه بتكون غلط. انا حاطه كوبايتين، طيب الكوبايتين دول كام جرام؟ طب انا محتاجه اعرف كام جرام ليه يا روعه؟ ما انا عارفه ان الكوبايتين دولي المقدار بتاع التورته. اهلا وسهلا، مقدار التورته ده 200 جرام ولا 300 جرام ولا هو كام؟ اشمعنى بقى انا عايز اعرف هو كام جرام؟ عشان حاجه مهمه قوي. انا باخد الحسبه بتاعت التكلفه اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت لما بضرب السعر في 1000 علشان اطلع الجرامات بتاعتي دي سعرها ايه؟ فانا ببقى عارفه سعر الكيلو ايه؟ ببقى عارفه كمان الوزن الجرامات بتاعتي ايه؟ ببقى عارفه، وبعدين اخد بقى الليله دي كلها احسبها عشان اعرف انا استخدمت كوبايتين الكريمه دول اللي هم طلعوا كذا جرام بكذا فلوس. انما انت هتضربي الكوبايتين في سعر الكيلو ازاي؟ اهلا وسهلا يا كوبايتين، انتوا بكام بقى كوبايتين؟ انا مش عارفه.
انما انتوا بكام يا 300 جرام؟ انا عارفه انا بكام ال 300 جرام، خلاص بعمل انا ايه؟ بيبقى عندي السعر، بصي بيبقى عندي السعر، بجيب السعر وليكن 300 جنيه السعر، اضرب في عدد الجرامات اللي هم 200 جرام على الالف، الالف دي اللي هي ايه؟ اللي هي 1000 جرام يعني كيلو، اللي هو كيلو 1000 جرام، لما اعمل الحسبه دي على الاله الحاسبه تطلع لي سعر ال 300 جرام بكام؟ اعرف انا بقى 300 جرام الكريمه دول انا حسبتهم بكام؟ هعملها لك تاني، وليكن انا معايا 300 جرام من الكريم، حلو حلو، ال 300 جرام كريمه دول بضرب فيه 200، سوري سوري 200 جرام، ده 300 جرام ده السعر، السعر سعر الكريمه كام؟ 300 جنيه، سعر الكريمه كام؟ 300 جنيه، هضرب في 200 جرام كريمه، اضرب في 200 على الالف، 300 جرام في 200 على الالف، 300 جرام في 200 على الالف، لما ادخلهم على الاله الحاسبه عارفه هيعملوا لي كام؟ عشان بقى اجيبها لك بالظبط ومظبوطه وجربيها على اي اله حاسبه عندي، اضرب كده 300 جنيه سعر الكريمه في 200 جرام الكوبايه اللي انا استخدمتها على 1000 هيطلع لي 60 جنيه، يبقى انا كده عرفت ان ال 60 جنيه دولي سعر ال 200 جرام كريمه. ال 200 جرام كريمه دولي عملوا عندك بقى كوبايه ونص، عملوا عندك كوبايه وربع، عملوا عندك كوبايتين، مش بتاعتي، مش ما يهمنيش، ليه؟ لان انا شغاله جرامات، اشتغلي جرامات تعرفي تحسبي تعرفي تسعري، خلاص اظن النقطه دي وضحت وانا مش هتكلم فيها تاني. موضوع الكوبايه ده يا جماعه ما اسمعش حد بيقول والله، لان بجد بجد يعني انت عايزه تاذي نفسك وانت مش واخده بالك، تمام؟ فانا مش هتكلم في موضوع الكوبايه ده تاني، احنا قتلناه بحسن وعرفتي بالورقه وبالقلم تتعمل ازاي. طيب نشوف بقى يا حلوين اسئلتكم، بسم الله انا كده خلصت اسئلتي اللي كانت جايه لي وكنت حابه ارد عليها في البث، بسم الله نشوف بقى من اول كده فوق خالص الناس الحلوه اللي معانا. طبعا برحب بيكم كلكم، هدير وفطوم ولميس واحمد الرئيس وامل ومها وهاجر وكل الناس الحلوه دي ومجدي او مجده، لا مجدي فتحي وكل الناس الحلوه دي، اهلا وسهلا بيكم. طبعا احمد الرئيس بتقول لي انا ام مصطفى للاكلات البيت، يا اهلا وسهلا، ايوه حبيبتي انا عارفاكي، يا اهلا وسهلا بيك. فطوم بتقول انا مبتدئه في الكيك ومتوتره، تمام، في الكيك الكوري ورسامه، في البدايات معايا احس ببكي اوقات ما تظبط معايا اوقات الرسم الشكل النهائي. طيب انا عايزه اعرف انت بترسمي تكنيكك في الرسم ايه علشان اقول لك الدنيا تبقى سهلة معاكي ازاي وما تقرفيش نفسك، خلاص عشان في اكتر من تكنيك ممكن يسهل عليكي الدنيا وانت تبقي مختارة التكنيك الصعب. بالنسبة لآية شديد بتقول مش عارفة ابدأ ازاي في التورتات يا روعة، ابدأ فوري ولا بوكسات ولا بالطلب ولا ايه؟ صلي على حبيبك يا آية. بصي يا آية، انت اول حاجة خالص، اول حاجة خالص بنعمل حاجة اسمها ان انا بخسر شوية عشان اجمع صور من شغلي، انا بخسر شوية في الخامات علشان اصورهم صور حلوة علشان اجمع صور تبقى من شغلي انا، فبعمل بوكسين مثلا، عملت 2 بوكس كلفتهم من جيبي، اوكي من جيبي، كلفوني مثلا وليكن 300 جنيه تكلفة، مش سعر بيع، تكلفة، خدتهم صورتهم بالصور حلوة وتمام وعشرة على عشرة، نزلتهم في الجروب وقلت يا جماعة البوكسات دي إن شاء الله هعمل منها يوم الخميس، اللي عايز يحجز هيحجز من النهاردة، النهاردة الحد، وابدأ بقى أجمع معايا حد 2 3 4، قولي ما وليكن قولي 4 بوكسات هعملهم، ابتدي اخبز واظبط حاجتي وانزل البوكسات الاربعة دولي واصورهم برضو صور حلوة واعمل ايه؟ وبيعهم لاصحابهم. طب البوكسين الاولانيين دول نظامهم ايه؟ دول يا حبيبه قلبي انت عملتيهم، يا اما بقى تاخديهم وتهدي بيهم حد من حبايبك، تعرضيهم فوري لو حاجه منهم اتباعت اوكي،
تطلعيهم فرضاني. يعني ايه فرضاني؟ يعني اخد المحتويات بتاعتهم اصور الميني تورته لوحدها واقول متاح ميني تورته النهارده فوري يا جماعه، هي سعرها 150 يا جماعه، النهارده عرض ب 120 بس، اللي هيلحق هتلاقيها اتطلبت ان شاء الله. اطلع كبات الترايفل من البوكسات واقول معايا هنا 3 كبات ترايفل المفروض ان هم ب 75 جنيه، عامله عليهم عرض ب 60 جنيه. طب انا كده روعه ما كسبتش، ما انا مش عايزاك تكسبي، انا عايزاكي تجيبي بس ال 300 جنيه اللي انت كلفتي بيهم في الاول عشان بس ايه ما نخسرش كتير. فهمتي الفكره بتبقى ازاي؟ ما تبدايش بالتورتات، ما تبدايش بالتورتات، خلي الحاجات الصغننه اللي عليها سحب هي اللي تسحب، ملفي، كب كيك، حاجات اللانش بوكس، ميني بيتزا، ميني تورتة، شرايح الفادج، الجاتو فادج، كل الحاجات دي، البامبوليني، الدوناتس، الإكلير، البروفيترول، البيمبو، كل الحاجات اللي عليها صاحب دي اللي بتعمليها في الأول. تعالوا نشوف الطوم، بتقول حابة اشتغل معاهم كمان في السويسرول، انصحيني. ايه المشكلة؟ اعملي سويسرول، مفيش فيه اي مشكلة، حتى كمان في السويسرول التريندي لطيف قوي، هو بياخد وقت شوية في العمايل يعني، بس لطيف قوي، حتى ممكن يتعمل في اللانش بوكسز وهيبقى تحفة للأطفال الصغيرة. معايا كمان منال، بتقول ايه منال؟ بتقول لو اول مرة اعمل كيك اقدر اعملها حلوة من اول مرة ولا صعبة؟ اه طبعا تقدري تعمليها ومن اول مرة وتطلع معاكي تحفة، جربي وخبرينا. حياة لايف ستريم، بس انتي لغيتي الرسالة يا حياة، رجعيها تاني عشان اعرف اجرب ايه. مساء ابراهيم بتقول مساء الخير، بتبقى روعه بجد، صاحبه محتوى محترم، مش بتبخل على حد، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، ما تحرمش منك يا رب. حبيبه العربي صاحبه الرساله. وبعدين في تهاني محمود بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استاذه روعه دلوقتي انا شغاله الحمد لله في التورت وبتعجب الناس جدا، بس المشكله اني بشتغل اوردرات بسيطه، ممكن 2 تورته او 3 في الشهر، ولو عملت عروض ما بيكونش فيه اقبال. اوكي ما تعمليش عروض، اعملي اعملي كبات صغيره بس. يعني تعالي النهارده قولي مثلا احنا يوم الخميس يا جماعه انا عامله حجز على الاكلير، مين هيحجز معايا؟ الدسته بكذا او النص دسته بكذا او القطعتين اكلير بكذا، هيبدأ يجي لك ناس عايزين، وليكن مثلا جمعتي الاوردر كله طلع دستة اكلير بس، اوكي اشتغلها وانزلها واصورها واجي بعديها بيومين اقول يا جماعه انا بجمع الاوردر كب كيك نوتيلا، مين عايز؟ ده السعر بكذا، تدي الناس تحجز معاكي على هذا الاساس. فما تعمليش عروض اللي هي عروض، لا اعملي حاجات صغيره وبيعيها لوحدها. لورنس بتقول مساء الخير، يعطيكي الف عافيه، ربنا يخليكي حبيبتي حبيبه، حبيت اشكرك على مقادير الاسبونج عملتها واكتر من رائعه، حاجه وهم، ربنا يجازيكي كل خير، اللهم امين يا رب واياكم بالف هنا. مجدي فتحي بتقول عايزه الكريم شانتيه متماسك، عيب عليكي يا مجدي، احنا عملنا اكتر كريم شانتيه متماسك في الحياه. بصي انا حطيت لك دلوقتي في الكومنت اللينك بتاع الفيديو. امل قطب بتقول جزاكي الله كل خير، حبيبتي يا استاذه امل وحشتيني. ادم احمد بتقولي ممكن تحليلي مشكلتي، انا قاعده في منطقه فلاحين وارياف جدا، والله من قبل ما اكمل السؤال بتاعك ربنا يكون في عونك والله العظيم يعني بجد. والجاتوهات بس انا شغلي عالي قوي في مكان في الحشوات او في الفينش، بس مش بلاقي مكسب عشان التزيين عالي، رابط بيع غالي عشان مكسب، مش فاهمة حاجة بس أنا هحاول أفهمها. أنت شغالة في منطقة فلاحين بس أنت شغلك عالي قوي تمام في الحشوات، بس في الفينش مش بلاقي، أو يعني في الحشوات وفي الفينش بس مش بتلاقي مكسب قد كده عشان التزيين حاجة محترمة تمام. طب أنت كده عندك يعني إيه، عارف انت البني ادم الصح في المكان الغلط، فيتغيري المكان الغلط يا تبقي غلط زيهم، يعني انت عندك حاجه من الاثنين، يا تسيبك من المستوى العالي بتاعك ده وتشتغلي في اللي السوق عايزه عشان تعرفي تبيعي لو انت هدفك البيع، او انك تسيبي المكان الغلط ده وتروحي المكان انضف شويه الناس بتقدر فيه الحاجه وتبيعي، ما عندكيش حل تاني. معانا هاجر بتقول اهلا وسهلا بيكي، ربنا يبارك في شغلك، اللهم امين يا رب.
مها بتقول عندي مشكلة كبيرة، سعرت اوردر غلط 25 قطعة ب 250، ولما منها ان الكيك بوبس حسبت الجيت احسب التكلفة لقيت يدوب سعر الخامات، اعمل ايه يا روعة؟ ارجع اكلم العميل واطلب منه نغير التكلفة ولا استحمل الخسارة؟ استحمل الخسارة طبعا. بصي غلطتك انت اللي بتشيليها، مش العميل اللي بيشيلها، غلطتك انت اللي بتشيليها. فلو انت كونك رجعتي قلت لها والله انا حسبت غلط ومعلش انا اسفه بس الاوردر بقى بكذا مش بكذا، هي مش هيجي في بالها ان هي الحلوه، هيجي في بالها ان هي الوحشه، ان انت طمعتي وعايزه زياده. فما تعمليش كده، هو غلطه وعلمت عليكي عشان بعد كده تاخدي بالك. ادم احمد، طبعا بتقولي ادم احمد بتقولي انا عشان الم حق الخامات لازم الحاجه تتباع اغلى من اللي انا ببيعه. انا ببيع دلوقتي مقاس 18 بعد الغاز مغلي ب 170 بس، التزيين اللي بحطه غالي قوي، انا بزين اعلى من اي محل والطعم اطعم من اي محل. يا حبيبه قلبي انت ليه مصره ان انت تعملي حاجه بروفيشنال للناس مش بروفيشنال؟ هو انا ينفع الشرح اللي انا بشرحه ده اروحه لطفل في سنه تانية ابتدائي واقعد اقول له الخامات والتسعير واحسب التكلفه وخد اشتري لك ميزان؟ سنة تانية ابتدائي مش هيفهم الكلام ده، مش هيستوعبه. بالتالي بالظبط انت بتعملي حاجة غالية وبنت ناس قوي لناس مفيش مقدرة ان هم يشتروا الحاجة بنت الناس دي، فانت هتعملي حاجة من الاثنين تاني، يا اما هتغيري الناس وتروحي لزبون بيقدر، يا اما هتغيري الحاجة عشان تناسب الزبون. فهمتيني حبيبتي؟ فطوم بتقول انا رسامة بس الكيك مش بعرف مع طب فطوم دي اللي كانت بتسأل على ال على ال 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 اللهم صلي على الحبيب اللي هو الايه، الكيك الكوري ولا مش هي اللي كانت بتسأل على الكيك الكوري. طيب يا فطوم، بصي يا فطوم انت عندك اكتر من تكنيك يعني، بس بما انك رسامة اعتقد ان انت هتدوسي يعني هتعرفي الموضوع ده. بصي حبيبتي انت عندك اكتر من حاجة، اول حاجة انت عندك الكيك اهي خلاص، بقطع زيها بالظبط على مقاسها، على مقاس القطر ده بقطع يا اما حاجه من الاثنين، يا اما قطعه من عجينه السكر او قطعه من الورق الويفر، يعني ده ورق ويفر انما ده عجينه سكر، ودي هنا عندي الكيكه اللي عندي، بقطع على مقاسها واخد انا ورقه الويفر دي اجيب الرسمه اللي انا عايزه ارسمها، ادي الرسمه اللي انا عايزه ارسمها احطها فوق تحت ورقه الويفر واحط ورقه الويفر فوقها واشف الرسمه، تقوم الرسمه تطلع على ورقه الويفر، اخد ورقه الويفر اثبتها على الكيك، خلاص خلصنا ولا رسمنا اصلا، انت شفيتي. كذلك مع عجينه السكر، بس عجينه السكر بحط الرسمه فوق عجينه السكر وابتدي ان انا انحت عليها بالراحه بالراحه فالرسمه تظهر تحت، امسك بقى قلم كده من الاقلام الفلوماستر اللي احنا عاملينها مع بعض بتاعه الاقلام الغذائيه وابتدي ان انا احطها في نقطه كده من اللون الجل وابتدي اعمله على عجينه السكر كده، انت ما احتجتيش ترسمي اصلا خلاص. طيب انا رسامه وبعرف ارسم ومش عايزه اشف وانا موهوبه وانا شطوره بس ايدي بتخني وبتتهز بتترعش ببقى خايفه الرسمه تكون غلط، خلاص ادي الكيكه، هعمل ايه في الكيكه؟ هبتدي ان انا اجيب خله اسنان وابتدي الاول احدد بخله الاسنان انا عايزه ارسم بنوته، فهرسم كده وبعدين هعمل لها الشعر مش عارف عامل ازاي، وبعدين هعمل الجيبه عامله ازاي والحكايه والروايه، بس انا الاول كل ده بخله السنان خلاص، الرسمه راضيه عنها بالخله، ابتدي بعد كده احط الكريمه في كيس الحلواني وابتدي امشي على الخله اللي انا عملتها، هيطلع معايا الرسمه مظبوطه. حلو الكلام، حلو الكلام. في تكنيك رابع كمان، ايه هو التكنيك الرابع؟ ان انا اعمل اجيب الرسم واحطها على ورقه زبده واجيب زبده اللي هي الباتر كريم اللي هو كريمه الزبده الامريكيه والونها وابتدي امشي عليها امشي على الرسمه بكريمه الزبده وامليها تماما، امليها واخدها ادخلها الفريزر، ايه اللي هيحصل؟ كريمه الزبده بتشد وبتجمد بتبقى زي لوح الشوكولاته، اشيل ورقه الزبده بتنضهر بمنتهى السهوله، امسك كريمه الزبده احطها على الكيكه اجنش حواليها، شكرا تسلم وتعيش وخلصنا بس خلاص. اوكي.
طيب شوف بقى السؤال اللي بعده. مها بتقول مع العلم مطلوب مني من قبل المناسبة بشهر. طب انا عايزة اعرف انت سلمتي يا مها ولا لسه؟ حبيبتي انا عايزة ابدأ مشروع الكب كيك بالقمع الروسي، مش عارفة طريقة التسويق. صفحة عامة، وبدأي اعملي اعلانات ممولة، بس اهم حاجة يبقى المنتج بتاعك يليق بانه يتعمل له صفحة عامة واعلانات ممولة. ادم احمد بتقول والله يا ام ادم انا فاهمه كويس جدا مشكلتك، انا فاهمه كويس جدا مشكلتك، بس انا قلت لك حلي والله. ما انا فاهمه، ما انت بتقولي مش هلاقي طلبات لان الناس هنا عايزه الحاجه ببلاش. طب ما انا بقول لك اهو تعملي ايه، ادي لهم الحاجه اللي يعرفوا يشتروها. حبيبتي قللي السعر للحاجه اللي هيعرفوا يشتروها. اه طبعا بتظلمي نفسك. اه طبعا. فطومة بتقول اه حاضر عينيا اعمل لك فيديو عليه. حاضر يا فطومة. لغة ايطالية ثانوية عامة بتقول ممكن تقول لنا ازاي نقلل المجهود واحنا بنشتغل، يعني نفرز الكيك من امتى؟ ممكن نفرز الكريم شانتيه. تفرزي الكيك براحتك، بس تفرزي الكريم شانتيه لا، فرزي الكيك مثلا من قبلها باسبوع او حاجة، وابدأي يقفليهم في ستريتش راب وحطيهم في الفريزر وطلعي قبل الاستخدام على طول. اوكي. مها بتقول حضرتك بروفيشنال جدا ما شاء الله عليك، ربنا يخليك يا حبيبتي تسلمي. مها برضو بتقول احفظي اللايف ده يا شيف بعد اذنك عيني. حاضر، بكرة ان شاء الله بتلاقوه نزل بالحفظ بتاعه. مطبخ ندى، مساء الفل والياسمين، عايز اعمل اكلير، ممكن اعمله من بالليل هو والحشو، وتاني يوم بعد محشي يقعد قد ايه وقت؟ وهل ممكن يقعد لحد بالليل ويفضل زي ما هو طازة؟ بصي اعملي الاكلير من بالليل، بس ما تحشيهوش. اصبحي الصبح احشي وغلفي، يعني سوري احشي وزيني. اوكي. وهيقعد معاك بالليل زي الفل، بس بلاش يبات على حشو، مش مضطرة انك تبيتيه محشي. اوكي. اعملي الكريمة وارميها في التلاجة، اعملي الكلير دخليه في البوتاجاز وسيبيه بيت في البوتاجاز عشان يفضل محافظ على قرمشته لو ما عندكيش نمل، ها عشان نركز. وبعدين نصحي الصبح احشي الاثنين بقى وظبطي. مجدي فتحي شكرا ليك يا حبيبتي. ام شعيبي كيف اعمل كيكة اللي تولع؟ وفين الورق اللي تولع؟ انت منين يا ام شعيبي عشان اقولك؟ امل كتب بتقول طيب بالنسبة لورق الويفر هينحط على الكريمة او محتاجين نحط تحته حاجة؟ انا كده هزعل وهجيب ناس تزعل يا استاذة امل، لان انت كده ما شفتيش الفيديو بتاع كيفية الرسم على ورق الويفر، وده كان نازل الاسبوع اللي فات. هسيب لك لينكو في صندوق الوصف عشان تشوفي التكتيكس بتاعته. فاطمة الله يسعد قلبك. وايوه انت فعلا متوترة في التفنيش. والله يا بنتي كلنا كده، مش انت لوحدك. هل ممكن ينجح معايا بطحين البيت؟ معي كيك بطحين البيت. اه طبعا ينفع. لغة ايطالية ثانوية عم بتقول ممكن تعرفين الاشكال اللي بتحط على الكيك زي السنجاة، بتطبعيها عند مكتبة معينة وبكام؟ واقول له عاوزة اعملها ايه؟ لو هعمل مقاس تورتة 30x40 وعندي صاج صوره واطي اعمل ايه؟ هتخبزي اكتر من مرة، يعني هتخبزي المقاس بتاع 30x40 اكتر من مرة، تدخليه 3-4 مرات تطلع لك 3-4 طبقات، ده اللي انت محتاجاه. بالنسبه للاشكال بتاعه الكيك قصدك اللي هي الطبرات والحاجات دي، بتروحي عند المكتبه بتجيبي له الصوره من على بنترست، بتقولي له انا عايزه الصوره دي، عايزاها مقاس كذا في كذا، لان انت بتبقي عارفه قطر الكيك اللي انت هتعمليه كام في كام. انا عايزه اطبع الصوره دي، بيطبعها لك ويقصها لك، وانت بقى تحطي في ظهرها خله كده وتبداي ترشقيها في التورته. الورق اللي بتطبع عليه يا اما ورق فوتوغرافيا يا اما ورق كوشيه. فطوم بتقول عادي تعملي سويس رول؟ برضو هزعل يا فطوم واجيب ناس تزعل، عشان احنا السويس رول ده من اول الحاجات اللي عملناها في القناه، هحط لك لينكها دلوقتي في صندوق الوصف، لا مش في صندوق الوصف، في الكومنتات. ماسا ابراهيم، هل الفادج كيك ممكن يتعمل قبل التورته ولا لازم في نفس الوقت؟ لا ينفع يتعمل قبل التورته. وعلى فكره الفادج بتاع الاثنين بيضه اللي انا عامله لكم في منتهى الجمال قسما بالله. انا ما بحبش احلف على بيع، بس بجد بجد حلو جدا جدا، وقعد معايا كتير في الثلاجه وكان زي الفل، يعني صلاحيته حلوه قوي بجد ما شاء الله.
إيمان عصر بتقول ممكن تعمل لنا حلقة عن الجاتو، لأني بكلف في القطعة 18 جنيه بالعافية وأنا في أرياف وبيتباع ب15 ومش عارفة إزاي عشان بيعملوا كميات يا حبيبتي، وعشان مش بيكلفوا الكريمة زي ما إحنا بنكلفها. الجاتو مش مربح، الجاتو مش مربح، ده 18 جنيه بالعافية، ده أنا مكلفة 25 وببيعه ب35. الدنيا بايظة خالص يا أمان. أم شعيب بتقول أنا من الإمارات. بصي يا أم شعيب، أنت لو كنت في مصر كنت هقولك موجودة عند بيت الحلواني وموجودة عند شاتو في دمياط. بما إنك أنت بره مصر، ادخلي على أمازون واكتبي ورق النار لتزيين الكيك، فاير بيبر فور كيك ديكوريشن، هتبدأي بقى تلاقي مواقع بتبيعه. فطوم بتقول تنصحيني ببزنس الإكلير. اوكي، لو ليه سوق عندك، اهم حاجه السوق يبقى عندك شغال. امل قطب بتقول حقك عليا، انا فعلا ما شفتش فيديو ورق الويفر. لا يا حبيبه قلبي، انا بهزر معاك، تسلمي لي. ادم احمد، يا شيف انا عملت الاكلير قبل كده بس مش بينتفخ في الفرن، ايه السبب؟ عيب مكونات؟ اتفرجي على فيديو الاكلير، انا قايله فيه وصفات، يعني قسما بالله وصفات، يعني ما ينفعش ما ينجحش معاكي بقى. هل عندك فيديو لكيك بطحين البيت؟ ايوه حبيبه قلبي، هحط لك دلوقتي، او انا اوريدي حطيت لك دلوقتي اهو اللينك بتاع كيك البيت، اللي هو يعني التورته السبونج البيتي اللي حتى من غير محسن. ام شعيب بتقول كم نسبه نجاح؟ ولا سهله قوي يا ام شعيب، سهله قوي، يعني انت بتغلفي الكيك عادي خالص. هو انت فكرته ايه؟ بتجيبي الورق النار ده وبترسمي عليه، اوكي، وهتحطيه على الكيك، ويدوب بس بتجيبي الولاعة كده وتبدأي تحرقي، هو سريع الاحتراق، يعني سريع الاشتعال بسرعة قوي قوي قوي، فانتي حتى ما تقلقيش مش هيسيح الكريمة ولا اي حاجة. مها بتقول ربنا يحفظك يا شيف، والله مكسب لأي حد بيشتغل في المجال، ربنا يخليكي. أماني الثقاف بتقول رائعة انت، ربنا يخليكوا يا بنات، ربنا ما يحرمنيش منكم، ربنا يخليكوا يا رب. بفكركم بس باللايك لو سمحتوا، يعني اللي لسه معانا وناسي انه لسه ما عملش لايك لغايه دلوقتي، بليز بس يعمل لايك، انا عارفه ان انتوا بتنسوا. لا، اللايك مش القلوب اللي بتفضل تطلع دي، اللايك ده بيكون موجود تحت اسم القناه في الجنب كده، اوكي، مثلا فوق مكتوب متعه الكيك، تحت متعه الكيك بيبقى فيه لايك، هو ده اللايك اللي على الفيديو، مش القلوب واللايكس اللي بتطلع اثناء البس كده. أم شعيب بتقول جزاكي الله خير حبيبتي، تشرحي من قلبك، الله يعطيكي حتى يرضيكي، اللهم أمين يا رب وإياكم يا أم شعيب. بتقول أقصد نجاح الكيك بطحين البيت كم نسبة نجاحه؟ 100% 100%، إيه المشكلة خالص، ده هيبقى زي الفل. إحنا يعني إحنا على طول بنعمل الكيك بطحين البيت، الكيك الاسبونج ده طلع، الدقيق الاسبونج ده طلع جديد. مها بتقول حطيت من غير ما اسمع، والله يا شيف حبيبه قلبي يا مها، ربنا يخليك. طيب انا كده الحمد لله خلصت كل الاسئله، وخلصت كمان اللي كنت طالعه احكي فيه، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده عشان ندخل ننام بسرعه بسرعه عشان نصحى 5 الفجر عشان المدارس. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يبارك في اولادكم جميعا، وتصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.